ورسالة أخرى كاتب إلى جميع رجالات الدولة: سيصل سالم الخيون إلى المملكة ضيفا على الملك، يستقبل استقبال الملوك. وفعلا راح جدي أول واحد غطى الكعبة، غسلها وهو والملك، وبعدين غطوها بهذا الغطاء اللي هسه الرداء. الرداء يعني. فسجلت باسم جدي وباسم الملك عبد العزيز آل سعود أول من غطوا الكعبة وغسلوها يعني. وبقت العلاقة. بعدين الملك عبد العزيز آل سعود هدى الجدي على ما شافه منه من كرم يعني، هدى له سيارة بيوك حتى رقمها، وواحد دياله له اثنين دياله ما ذكره بالضبط، وخاتم فص المال يماني مكتوب عليه: وين يكاد الذين يزلقونك بابصارهم. وساعة رولكس أنا محتفظ بها هسه عندي، ما زالت لحد الآن الساعة مكتوب هدية من الملك عبد العزيز آل سعود، وأدز لك صورتها بس ما أراويك إياها موجودة عندي. وجدي من راح أم أخذ هدايا وياه إلى الملك عبد العزيز، وصارت العلاقة يعني وطيدة جدا جدا جدا، إلى أن اثنينهم الله أخذ أمانته والله يرحمهم اثنينهم.